أعزائنا المشاهدين وعبر قناة نورسات الفضائية بتلفزيون تيليلوميير، معنا ضيف عزيز على الجميع. قداستك أهلا وسهلا، أهلا بك فيك في الأردن في عمان. نشكر الله بزيارتك التاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية، وأنت ضيف على جلالة الملك عبد الله الثاني. أيوه. أهلا وسهلا فيك، منرحب فيك بالأردن من قلب العاصمة عمان، من هذا المكان المبارك كنيسة السيدة العذراء والقديس مارس جريس التي تتعانق جرسيتها مع مأذنة المسجد الكبير الذي هو أمامنا مثل أيوه. ملاحظة أيوه. مسجد الملك عبد الله بن الحسين، وهذه العلامة شاهدة للأنموذج الأردني الذي نعتز ونفتخر به من الأخوة الصادقة، من العيش المشترك والمحبة المتبادلة بين نسيج المجتمع الأردني الواحد بكافة أطيافه مسلميه ومسيحيه تحت مظلة العائلة الهاشمية الكريمة. قداستك، ماذا يحمل قداسة البابا طوادروس الثاني للكنيسة القبطية ولشعبه في الأردن من هذه الزيارة الرعوية؟ أولا أنا برحب بكم وسعيد جدا بزيارتي للأردن، وكنت من زمان أشتاق أن أنا أزور الأردن، وزي ما ذكرت في الكنيسة أن أنا كنت بحب الجغرافيا وبحب الخرائط وأقرأ في الكتاب المقدس كتير عن اسم الأردن، بيتكرر كتير سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، فكنت أشتاق أن أنا أشوف البلاد دهية، وأشكر ربنا أنه تحقق في الزيارة الجميلة دهية. أنا جاي في زيارة طبعا في ضيافة وفي محبة الأسرة الهاشمية والمملكة الأردنية وجلالة الملك، وسعيد جدا بالروح الحب وروح التسامح وروح الروح الجميلة اللي موجودة في المجتمع هنا، وزي ما حضرتك ذكرتي التآخي الموجود ما بين المنارة والمئذنة، صورة طيبة وصورة زي ما بنشوفها في مصر بالضبط، الصورة الجميلة دهية. كانت فرصة طيبة ان احنا نزور الكنيسة، كنيسة العذراء وماري جرجس هنا، وتعتبر مقر المطرانية ومع نيافة أنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي ومع الأباء الكهنة الأحباء، وفرصة ان انا افتقد واشوف الرعية القبطية الموجودة هنا، وشفنا قديش كان محبتهم وفرحهم كبير مبارح بالقداس. طبعا أول مرة يشوفوني. نعم. أول مرة أشوفهم. نعم. قداستك، ما هو تصورك لمستقبل وحدة الكنيسة؟ ما هي المسارات الممكنة أيضا على الصعيد المسكوني؟ وحدة الكنيسة هي الأصل، زي ما أقول الصحة هي الأصل، المرض هو الاستثناء، فالانقسام أو الافتراق اللي موجود أو الحاصل هو يعتبر فترة استثنائية، والحقيقة المفترض أن كل الكنائس على مستوى العالم كله تسعى من أجل هذه الوحدة، ورغبة السيد المسيح قبل الصليب مباشرة لما بنقرأ عليها في إنجيل معلمنا يوحنا في إصحاح 17. نعم. يقول كده ليكون الجميع واحدا، فهي رغبة. عدو الخير بيدخل ويقسم، وزي ما في الكتاب المقدس في سفر الأمثال بيقول ستة غير مقبولة قدام ربنا وسبعة مكرهة أمام الرب، يعني في سبعة خطايا. نعم. أمام ربنا مش موجودة في إصحاح ستة. الخطية رقم سبعة فيهم يقول لك كده زارع خصومات بين إخوة. نعم. يعني ناس مش بتفهم بعضها يوم يحصل ما بينها فرقة. فالحقيقة السعي للوحدة مهم خالص. أنا ليا تصور وقلته. نعم. أكتر من مرة، لكن ما فيش مانع أذكره قدام حضرتك، إن الوحدة المسيحية عاملة زي الصليب. بتبدأ بالمحبة، أرضية المحبة. نعم. إظهار علاقات المحبة ما بين كل الكنائس من خلال الزيارات، من خلال الاجتماعات، من خلال المقابلات، من خلال المشاركات الاجتماعية. حلو. المحبة، ثم ننمو في الصليب إلى أن نصل إلى جناحين مهمين، جناح اسمه الدراسة studying. نعم. وجناح اسمه الحوار dialogue. حلو. نعم.
الدراسة والحوار بيخلينا نفهم بعض. وكتير لما بنقعد في جلسات الحوار بنلاقي ان الفرق كله عبارة عن في المصطلحات ترمينولوجي. لما ننجح في الحوار وفي الدراسة المشتركة نقدر نوصل إلى قمة الصليب وهي الصلاة المشتركة. حلو. والوحدة المشتركة. فإحنا تهيألي ماشيين في الخطوات دهيت في إظهار مشاعر المحبة في الدراسة في الحوار ونمتد قريبا إلى الوحدة إن شاء الله. جميل. قداستك خلال هذه السنة تعددت لقاءاتكم مع قداسة البابا فرانسيس، هل تطلعوننا على ما هو جديد في العلاقات ما بين كنيسة الإسكندرية والفاتيكان؟ الحقيقة إحنا اتقابلنا في زيارة، أول زيارة عملتها بعد تجليسي كانت في الفاتيكان. نعم. في مايو 2013. نعم. لكن خلال السنوات التالية ما بيننا أحاديث تليفونية. نعم. وما بيننا رسائل متبادلة، ودايما في وفود بتيجي من الفاتيكان، وفي ايضا وفود بتسافر من الكنيسه القبطيه، وفي علاقات يعني عايز اقول لحضرتك تقريبا مستمره. يعني بعد ايام واحد من الاباء الاسافه هيحضر مؤتمر في الفاتيكان. نعم. وهيقابل قداسه بابا فرانسيس. علاقات متبادله وحوارات متبادله. في يناير الماضي كان فيه حوار مشترك ما بين الفاتيكان كنيسة الكاثوليكية. نعم. وما بين الكنائس الشرقية اللي هي الأورينتال تشيرشز. نعم. الحوار ده بيتم مرة كل سنة، مرة في الفاتيكان في روما، ومرة بيتم في كنيسة من الكنائس الشرقية. نعم. في يناير الماضي كان عندنا في القاهرة لمدة أسبوع. نعم. كانت فرصة كبيرة، تقابلنا سوا وقعدنا، والحوارات دي تعبير عن المحبة. وأنا بشعر أن التواصل مهم. نعم. التواصل مهم، وده بيخلينا نبقى قريبين لبعض، نفهم بعض، ونحمل مشاعر ونحمل هموم بعض. وفي زيارتي لبابا الفاتيكان في مايو 13 اتفقنا أن احنا كل يوم نصلي من أجل بعض. حلو. حلو. فكانت دي فرصة طيبة، وأنا مستمر في هذا باستمرار إلى أن يسمح الله باقتراب الكنائس ووحدتها إن شاء الله. وهذه كمان الوحدة هي كمان هو مطلب لجميع المؤمنين، وحدة الكنيسة. طبعاً طبعاً. الواحدة بجمعنا بإيمان واحد. في ضوء المستجدات على الساحة المصرية وإشراك الكنيسة القبطية والأرثوذكسية والكاثوليكية مع بقية الكنائس المصرية بفعالية في وضع الدستور الجديد للبلاد من خلال وجود تمثيل كنسي بلجنة الخمسين، ما هو موقف الكنيسة الأرثوذكسية من الدستور الجديد الذي يخص ترميم وبناء الكنائس في وطنكم العزيز؟ زي ما كلنا بنتابع، مصر بتعتبر قلب منطقة الشرق الأوسط. نعم. ومصر لها ثقل كبير وثقل حضاري في التاريخ. مصر أفريقية. نعم. وشرق أوسطية وبحر أبيض متوسط، ومصر تتحدث اللغة العربية. نعم. ومصر فيها التاريخ الفرعوني، وفيها التاريخ المسيحي، وفيها التاريخ الإسلامي. كل ده، كل هذه المكونات كونت خصوصية للمجتمع المصري. نعم. دارت حضرتك تستغربي لما بنستخدم كلمات من اللغة الفرعونية لغاية النهاردة. نعم. يعني مثلا من الكلمات الدارجة في اللغة المصرية كلمة يطنش. طنش. نعم. طنش تعش. طنش دي طنش. في أصلها كلمة مصرية قديمة تعني إنسى. أوكي. على سبيل المثال. مثلا الأم الصغيرة، الأم وهي بتربي ابنها. نعم. ويجي يمسك حاجة وحشة تقول له كخ. كخ. أوكي. يعني هنا حاجة وحشة. نعم. وهكذا. فإحنا لغاية النهاردة بنستخدم، والحضارة كلها الممتدة ممتزجة عاملة مزيج رائع الحقيقة. ففي سنة 14 تم الاتفاق على دستور جديد. نعم.
وهذا الدستور الجديد تم فيه تعديلات جديدة وكان فيه تمثيل مسيحي. نعم. كان من ضمن بنوده أن يجب أن يوضع قانون لبناء الكنائس. نعم. السنة دي 2016 مجهودات حكومية كبيرة ومجهودات من المجتمع المصري من الكنيسة لوضع رؤية قانون. نعم. مفيش قانون وهيتعمل قانون. قداستك بس عشان نفهم المشاهد، كان في البداية قبلها وضع هذا القانون شو كان الدستور، يعني على أي قانون يمشي مثلا من ناحية ترميم الكنائس في مصر أم بناء كنائس إذا احتاج؟ أحكي لحضرتك. نعم. أنه كان موضوع مشكلة كبيرة. نعم. بناء الكنائس كان بيتم من خلال خطوتين. نعم. رسالة من أيام الإمبراطورية العثمانية من الباب العالي من 160 سنة. واو. اسمها. نعم. الخط الهميوني. نعم. خط يعني رسالة. نعم. ثم بعدها ب80 سنة جاء موظف في وزارة الداخلية المصرية. نعم. وسنة 34 وكتب 10 شروط. تقريبا شروط تعجيزية على بناء الكنائس. نعم. فبقى الخط الهميوني ثم الشروط العشرة. العشرة صار بناء الكنائس بلا قانون. نعم. بلا نظام وتسبب في مشكلات كثيرة في المجتمع. ماشيين عليه في ماشيين على 160 سنة اللي فاتت. في الأيام الأخيرة. نعم. من خلال مجلس النواب البرلمان المصري تمت الموافقة على مشروع قانون بناء تنظيم بناء وترميم الكنائس. نعم. يعتبر خطوة جديدة جدا في المجتمع. نعم. ويعتبر أمر جيد إن صار أمر بلا قانون صار له قانون. قانون. نعم. والقانون يعني الحق، والحق يعني إن أنا ممكن ألجأ وأخده من خلال القضاء. نعم. فصارت الأمور ده هي أمور من أجل جعل المجتمع المصري أكثر استقرارا. حضرتك لما تزوري مصر إن شاء الله تشوفي مسلة مصرية. نعم. وتشوفي منارة مسيحية وتشوفي مئذنة إسلامية. نعم. هذا التنوع الغني، هذا التنوع. مصر هي التي علمت العالم فن الأعمدة. نعم. المسلة دي عمود. مسلة عمود. نعم. عمود فرعوني تحول في المسيحية إلى منارة. نعم. وتحول في الإسلام إلى مئذنة. نعم. ومصر بقت الثلاثة بيتعانقوا معاً موجودين. الكنائس تبنى في مصر منذ القرون الأولى، وعندنا كنائس أثرية يشهد عليها التاريخ. أكيد. والجغرافيا. أكيد. في مصر طبعاً فرحة ظهور قانون وإصدار قانون بلا شك أمر جيد، ويساهم في إبعاد أي مشكلات تحصل في هذا المجال. نعم. نشكر الله. نعم. جميل. نشكر الله. قداستك قمت في زيارة خاصة إلى الأماكن المقدسة في فلسطين في نهاية العام الماضي 2015، وأثارت لدى الشعب العربي وخاصة الشعب القبطي تساؤلات حول هذه الزيارة، ممكن تخبرنا عن هذه الزيارة؟ ما كانش زيارة. نعم. فعدل من نوضحه للمشاهدين. نعم. إحنا لنا مطران قبطي. نعم. في القدس، مطران الكرسي الأورشليمي، كان المطران السابق المتنيح نيافة أنبا أبراهام. نعم. وكان شخصية لها محبة كبيرة وتقدير عندنا في مصر وأيضا في مجتمع فلسطين وفي الدول اللي كانت بتكون الإيبرشية. بحسب التقليد القبطي مطران القدس هو الشخصية التالية لبابا الأسكندرية. نعم. وهو الوحيد لما بيرسم أسقفا يترقى في نفس اليوم يبقى مطران. أوكي. يعني العادة عندنا في الكنيسة القبطية يترسم أسقف أسقف ويقعد سنين يترقى بعدها مطران، ممكن السنين دي توصل 40 سنة. نعم. لكن مطران القدس له هذه المكانة الشرفية. المكانة. فنياحة أنبا أبراهام أنا شخصيا تأثرت بيها وشكلت وفد عشان يحضر الجناز. نعم. لكن في اليوم اللي عرفت فيه بالخبر بالليل، كان يوم 25 نوفمبر، عرفت بالليل الساعة 10 إنه هو طلب يتدفن في القدس.
فقررت ان انا اسافر. اوكي. فسافرت فجر الخميس، كنت موجود هناك في حدود الساعه 8 يعني. وتم الجنازي يوم السبت، ورجعنا يوم الحد. كانت زياره مش معده مسبقا، لكن زياره للمشاركه في الجناز، وايضا وفاء لهذا المطران الجليل. وفي نفس الوقت انا فكرت ان بعد نيافه انبا ابراهام هيترسم مطران جديد، بس هيترسم على مكان انا معرفوش، فكانت فرصه لازم اروح واشوف المكان يعني. فكانت فرصه طيبه، قابلت الاباء الرهبان هناك والاباء الكهنه والامهات الراهبات، وقعدنا مع بعض وخدت فكره اوليه عن المكان مع الاخوه اللي بيخدموا هناك. فما كانتش زيارة يعني لها ترتيب، لكن كانت المجاملة هي. هل يتوجب علينا أن نكون متفائلين؟ ما هي علامات الأمل في عالمنا اليوم؟ وكيف عسانا نكون متفائلين في عالم تملأه الأزمات، مثل ما عم بتشوف العنف والقهر والألم والتهجير؟ أولاً، طالما في نهار جديد في أمل جديد. الله ينهي كل يوم بالليل ويستر على أعمال النهار. ويبدأ بدءا جديدا كل يوم، ونقول كده فلنبدأ بدءا حسنا. ومرة سألوا سؤال بيقولوا هو لسه ربنا بيحب العالم؟ الإجابة نعم. طب إيه الدليل؟ فأحد الآباء قال إجابة لطيفة قوي، قال الله مازال يحب العالم لأنه حتى اليوم يخلق أطفال صغار. بالفعل، فوجود طفل يعني وجود حياة، يعني أكيد. وجود أمل. فأولا وجود الله يعطي أمل، كل يوم جديد يعطي أمل، رؤية وجه طفل تعطي أمل، رؤية زهرة يعطي أمل. وعايز أقول لك إن في ثلاث قوانين تعطينا هذا الأمل. القانون الأول أن الله محب لكل البشر. حلو. هو بيحب كل الناس. أكيد. فده يعطيني أمل. القانون الثاني أن الله صانع خيرات. بنقول كده في صلواتنا، فلنشكر صانع الخيرات. القانون الثالث اللي يبين أن الله يعطي الأمل للإنسان أنه ضابط الكل. لا شيء يتم على وجه الأرض إلا بسماح من الله. أكيد. فهو ضابط الكل. إذا كان يضبط أجهزة جسمنا، كل خلية صغيرة، يضبط الطبيعة، يضبط الخليقة، يضبط المملكة النباتية، يضبط الصيف والخريف والشتاء والربيع، يضبط المملكة الحيوانية، يضبط حياة الإنسان كلها، كل هذه تخلينا مطمئنين إن إحنا محفوظين في يد الله. وزي ما داود النبي بيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، فلا يعوزني شيء. وده يعطي الإنسان راحة، أنا في إيد ربنا وربنا اللي بيرتب كل حاجة. شكراً لها الوقت اللي سمحته لنا، لمشاهدي ومتابعين نورسات اللي هلي عم بشوفوك بالمئات الألاف بتابعوك من مبارح يعني، كمان عبر قناة نورسات. اليوم في كمان بتقديس مدر تريزا، الأم تريزا، يعني هذه كمان نعمة كبيرة لكنيستنا وللعالم. دي شخصية أنا أحبها جداً. مدر تريزا، وقريت عنها وشفت كتب لها كتيرة. ويعني يوم جميل ان النهارده الاعتراف، اليوم الاعتراف فيها كرسميا قانونيتها. نعم. فشكرا لك، واهلا وسهلا فيك في الاردن. أهلا. واهلا وسهلا فيك كمان على قناه نورسات الفضائيه، لكل مشاهدينا عبر هاي القناه اللي هي كمان هي نور، عم تحاول انها تكون نور بهالعالم كله. بركة كبيرة. تسلم. شكرا أنا لك. متشكر خالص، وشكرا لحضرتك والفريق العمل وياكي، وشكرا لكل مشاهدين نورسات. ونشكر كمان أبونا أنطونيوس كمان على محبته اللي رتب هاللقاء. نشكر الله، نشكر الله. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء.